السلام عليكم متابعينا الأعزاء. هل كنت تعلم أنه في منطقة مثلث برمودا الأسطوري يمكنك العثور على ثقوب في الأسفل؟ والأغرب أنه تم العثور على سفينة مؤخرا هنا يمكن أن تنتمي إلى كائنات فضائية، ولا تزال الاكتشافات الغريبة والمخيفة قيد الاكتشاف في هذا المكان الغامض. سنعرض لكم في هذا الفيديو أكثر الاكتشافات الغير العادية إثارة للاهتمام في مثلث برمودا والتي أخافت جميع العلماء. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. أسماك القرش المتوهجة. ماذا ستقول إذا رأيت سمكة تتوهج في الماء أثناء عبورك مثلث برمودا الغامض؟ لا تتسرع في استخلاص النتائج، فهذه ليست أسطورة نتحدث عنها، هنا عن سكان حقيقيين في أعماق البحار. أحد هذه الأنواع من أسماك القرش البرازيلية المتوهجة لا يزيد طول هذه الأسماك عن 60 سنتيمترا. على الرغم من صعوبة وصفها بأنها غير ضارة، والسمات المميزة لأسماك القرش البرازيلية المتوهجة أنها تستطيع قضم قطعة لحم الضحايا أكبر منها بكثير، وإذا اعتبرت بأنه يتم تصديقه بما في ذلك منطقة مثلث برمودا، فليس من المستغرب أن تعتبر الجروح الغريبة أحد ألغاز هذا المكان ونسبة إلى وحش مجهول. لكن سميت هذه الأسماك بحقيقة أن أجسامها قادرة على التوهج، ومع ذلك فإن هذه الميزة موجودة أيضا في سكان أعماق البحار الآخرين. الوحش لوسكي. بين السكان الأصليين لأرخبيل باغان انتشرت شائعات منذ فترة طويلة حول مخلوق غامض يظهر حتى في المياه الظاهرة في أساطير السكان المحليين ويعرف باسم لوسكي. رأى الصيادون والسياح ظاهريا أكثر من مرة، غواصين وسائحين كما تقول الشائعات. بالنسبة للبعض انتهت هذه المغامرة بشكل مأساوي، والمشكلة هي أنه على مر القرون رسم هذا المخلوق بشائعات أنه أصبح الآن شبه المستحيل وصفه. قال أولئك الذين نجوا أن شكل جسم لوسكي يشبه سلحفاة كبيرة تزن حوالي 70 كيلوغراما، لكن كما يشبه عنقه قردا أطول بكثير من الإنسان، ويمكن للمخلوق أن يدير رأسه 180 درجة. إلى جانب هذا هنالك وصف مختلف تماما يدعي أن لوسكي ليس هو نفسه على الإطلاق حتى يومنا هذا، فبعض السكان المحليين مقتنعون بأن المياه المحيط في هذه المنطقة تحرسها سرب كامل من الوحوش يبلغ طول كل منها من 20 إلى 60 مترا بأسنان حادة والعديد من المخالب. لكن حتى هنا يتم الخلط بين الشائعات مع بعضها البعض. إذا كان هنالك العديد من الشذوذ في لحظات غير مفهومة في حالة لوسكي، ففي حالة الكائنات الحقيقية التي تعيش في منطقة مثلث برمودا فهي ليست كذلك. ثقوب في القاع. كما تعلمون يقع مثلث برمودا مباشرة في شواطئ اسكيمو ستروفان، ولكن لماذا يأتي السياح إلى هنا دون خوف مما يوجد في التقارير التي تفيد بأن في منطقة المثلث برمودا ثقوب غريبة؟ قد تعتقد أنني سأخبرك عن الوحوش المخيفة، لكن تفسير هذه الظاهرة أبسط بكثير، علاوة على أنها قادرة على إلقاء الضوء على العديد من الكوارث التي حدثت في هذه المنطقة في الجزء الجنوبي من مثلث برمودا الشهير. توجد منطقة فريدة من الألغاز التي لم تتم دراستها كثيرا وغير مفككة تماما. على الرغم من وفرة السياح الذين لا يأتون إلى هنا، يعرف الكثير من الناس أن جزر الباهاما محاطة بمياه ضحلة شاسعة مع ضفاف بوغميان الصغيرة التي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي لأكثر من 1300 كيلومتر. مياه البحر مع الضفاف من الرمال النظيفة الشفافة يمكن الرؤية بسهولة من الطائرات ومن السفن، ومن هنا توجد ما يسمى الحفر الضخمة الزرقاء في القاع. المثير للدهشة أن الباحثين درسوا 20% فقط من العدد الإجمالي للحفر التي تنتشر هناك، ولكن في هذا المكان يعشق الغواصون ذو الخبرات مثل هذه الأماكن، ولكن من الصعب التعبير بالكلمات عن مدى خطورتها، حتى أن ثقبا واحدا من هذا القبيل يمكن أن يسحب 1000 لتر من الماء. يجادل العلماء بأنه في حالة تكوين تيارات قوية تحت الماء فإن مثل هذه الثقوب قادرة تماما على سحب السفن معها، ومع ذلك فإن القديمة فقط يمكن أن تقع في مثل هذا الفخ
السفن الخشبية، بحيث أن السفن الحديثة قادرة تماما على تحمل مثل هذه العاصفة دون صعوبات. أهرامات عملاقة. حول ظواهر وخوارق غير مفسرة في مياه المحيط الأطلسي أصبحت معروفة في الستينيات من القرن الماضي، وذلك عندما اكتشف العلماء الأمريكيون هرما عملاقا كانت أبعاده أكبر بعدة مرات من الهياكل المصرية. كان الهرم عبارة عن كتلة صلبة ناعمة ومصنوعة من مادة تشبه الزجاج. اقترح الباحثون في إشارة إلى الصور التي التقطت في قاع المحيط أن هذا الكائن المذهل عمره أكثر من 5 قرون. في السطح لم يكن هنالك فاصل وحتى خدوش بعد كل هذه الفترة. بمساعدة المعدات الحديثة تم اكتشاف هيكل آخر مشابه في عام 2012. أفاد زوجا من كندا درس مكانا غامضا أنه عند فحص قاع المحيط في منطقة المثلث وجدوا أهراما جديدة للمدينة القديمة إيروينز التي دفنت تحت طبقة من الطمي عمرها قرون. على جدران الهياكل الحجرية وجدوا نقوشا منحوتة وألواحا متجانسة تم إنشاؤها بواسطة أيادي بشرية. فهل يمكن أن يكون الزوج قد تمكن عن طريق الخطأ من اكتشاف أتلانس الأسطوري؟ هل سنكتشف يوما ما أين اختفت السفن المفقودة في مثلث برمودا؟ ربما لا يزال من الممكن حل بعض أساطير العلم الحديث بالقوة. في العام الماضي تمكن العلماء من تحديد السفينة المفقودة في مثلث برمودا منذ ما يقارب من 100 عام. اكتشف الغواصون الحطام في الثمانينيات، لكن الآن فقد تمكن من معرفة ما كان عليه للسفينة. في 29 نوفمبر عام 1925 غادرت سفينة تجارية تسمى SS كوتابيكسي من ميناء في ولاية كالورينا الجنوبية وتوجهت إلى كوبا على متن سفينة تحمل شحنة من الفحم وطاقما من 32 شخصا. ومع ذلك لم تصل كوتوباكسي إلى وجهتها الثانية. بعد أيام من بدء الرحلة أبلغ الطاقم عبر الراديو عن وقوع الكارثة بأن السفينة كانت من خشب الزانة وتحطمت، إلا أن رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان لم يعثروا على أثر للحطام بعد شهر. أضافوا السفينة إلى قائمة الأشخاص المفقودين لفترة طويلة والملقب بأسطورة مثلث برمودا. ومع ذلك يقول العلماء أنه تم اكتشاف حطام السفينة قبل 35 عاما قبلة سواحل فلوريدا على الرغم من عدم اتصال أحد من قبل كوتوباكسي المفقودة. سر المثلث. تظل ظاهرة مثلث برمودا واحدة من الألغاز الرئيسية لكوكبنا لسنوات عديدة، وقد تم طرح مجموعة متنوعة من الحوادث التي لا يمكن تفسيرها، بما في ذلك اختطاف الأشخاص على هذا الكوكب من قبل سكان أتلانتس أو هجوم الحبار العملاق الذي يتحرك عبر الثقوب في الزمان والمكان. وبالتالي فإن إعطاء إجابة للبس فيها لما يحدث بالضبط في هذا الجزء من المحيط الأطلسي أمر صعب للغاية. بمجرد أن تهتم البشرية بجدية بهذا الموضوع توقفت عمليات الاختفاء الغريبة للسفن والطائرات، ولكن بالنسبة لمحبي التصوف هذه الحقيقة هي مجرد جزء جديد من سكب الزيت على النار. فهل يمكن أن يحدث ذلك؟ بحيث أن المثلث قد اكتسب شهرته بصدفة غير معروفة حتى الآن. لكن في التعليقات اكتب كيف تفكر فيما إذا كانت الأشياء الغامضة تحدث بالفعل في مثلث برمودا. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.